ورجعنا لحضراتكم تاني ومعانا طبعا استاذنا طبعا سياده المرشح احمد مرزق. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذ احمد. ومعانا طبعا ضيفنا تاني استاذ طارق طبعا مدير الحمله التسويقيه الاستاذ. اهلا وسهلا بحضرتك. قبل ما نخش في موضوعنا معلش انا عايز انوه ان مدام فاطمه العبادي نسيت بس ان هي تتكلم في موضوع ان هي عامله تامين صحي خاص علشان خاطر تخف الاعباء بالنسبه للدوله. دلوقتي استاذ احمد ايه راي حضرتك في المال السياسي في الشارع؟ والله المال السياسي بسم الله الرحمن الرحيم. الاول بشكر القناه وبشكر المؤدين والمقيمين بالقناه مرشحكم احمد من دائره عن دائره المعادي وطرى جميع طرقات. المال السياسي في الشارع حاليا من اسوأ منظومه حاليا بتقوم حاليا في جميع انحاء الدوائر في القاهره كلها. المال السياسي بيلعب دور سيء جدا لاي مواطن في البلد. ان انا اخد 100 جنيه او 50 جنيه او ايا كان المبلغ اللي انا باخده علشان امول صوتي الخمس سنين اللي جايه دي من اسوأ حاجه بنشوفها حاليا. طبعا انا اول مره اخوض الحمله الانتخابيه او اخوض مجلس النواب. طبعا بشوف حاجات كل يوم اسوأ من التانية. حاليا في سمسره في حاجات كتيره جدا غلط لازم نعالجها. لازم نقوم بدور مماثل للبلد. احنا عندنا علماء عندنا ناس يشرفوا في اي مناطق بالدوائر العامه. في حاجات كتيره بنشوفها سيئه جدا لازم تتعالج في هذا البلد بسبب اللي بيحصل الفلوس اللي بياخدوها بالنسبه للمال السياسي. طب استاذ طارق بالنسبه مثلا سي للشارع وحضرتك مدير الحمله ايه المشاكل اللي ممكن تقابلك في الشارع بالنسبه لموضوع السماسره او المال السياسي في الشارع او مثلا سي الناس اللي عايزه تاخد فلوس او الحاجات دي؟ والله حضرتك هو الموضوع بالنسبه لنا يعني بنقابل ناس سيئه للغايه. ويعني احنا دخل لنا ناس في المقر الانتخابي ناس سماسره اكتشفنا ان الناس دي بتلعب معانا ومع ناس تانية. وعايز برضو اوضح نقطة عن المال السياسي. الصوت ده امانة يعني من عند ربنا. فمنفعش ان انا ابيع صوتي بخمسين جنيه او بمية جنيه وبعد كده انا حضرتك هو مفهوم دلوقتي مفهوم الناخب مثلا يقول لك ادفع اخد 50 جنيه او 100 جنيه او 200 جنيه حسب مثلا زي ما النائب بدون ما كده انا مش هشوف. هو حضرتك الناس بيبقى عندها الثقه في النائب. هو حضرتك يا فندم انا دلوقتي لما انا ابيع صوتي بكيس لحمه ب 50 جنيه ايا كان يعني انا هحط عيني في عين عضو مجلس الشعب بعد كده اطلب منه خدمات ازاي؟ يعني انا هو راجل انا اكتر من عضو مجلس الشعب يقول لك انا اشتريت الكرسي بفلوسي او انا سيئة اديتك خلاص يعني. فاحنا عاوزين يعني نغير فكره عضو مجلس الشعب الاعتياديه اللي عند الناس. وكفانا وعود يعني كفانا وعود من الساده النواب. ويعني هم بيدوا وعود اثناء الحملات الانتخابيه بتاعتهم وبعد كده ما بنشوفش حاجه. واخد بال حضرتك؟ وده يعني يرجع برضو لان الخطا عندنا احنا بنبيع اصواتنا احنا بنرخص من نفسنا ما يعني. وكمان ده بيرجع برضو البني ادم الانسان البسيط هو مش فاهم بيجي تديله 50 جنيه 100 جنيه كيس لحمه يفرح بيهم بالظبط. واخد بال حضرتك؟ المشكله وفي نفس الوقت ما بيفكرش يعني في حاجه تاني. انت عندك في لو انت بصيت انت هتلاقي عندك كوارث دي مفيش حل فيها ومفيش حد بيسعى ان بيبقى فيه تطوير في الدايره ولا الكلام ده. طبعا يعني دي مشكله كبيره واخد بال حضرتك. ويعني احنا هو ربنا يولي من يصلح طبعا ان شاء الله. واتفضل يا فندم. طب حضرتك دلوقتي بالنسبه للبرنامج بتاع حضرتك الانتخابي هل انت هتعالج الموضوع ده ازاي؟ والله معالجه الموضوع ده باذن الله تعالى هيكون برعايه من الاخوه اللي معايا اللي ماسكين الحمله. مش هتكون بكفاءه طبعا كعضو او كمنتخب من الدايره اللي هو يكون فيها. يكون في تنظيم مننا سياسي وقدرة بإذن الله تعالى تكون فائقة الاحترام والتقدير لكل أهل الدايرة. لازم نعالج الموقف ده بفكر سياسي وبفكر ثقافي. لازم نفهم المواطن إن صوتك ده مش رخيص. طبعا صوتك ده كبير ليه أحقية إن هو جابني على الكرسي. مش معنى إن أنا أشتري بمبلغ رخيص معنى كده أنت نسيت صوتي.
بالظبط. طب حضرتك بالنسبه لدايره المعادي، حضرتك دايره المعادي ودايره طوره، هل دلوقتي دايره المعادي طبعا مختلفه كل الاختلاف وكل البعد طبعا عن دايره منسية منسية ايه طبعا. ايه ممكن النشاط الخدمي اللي حضرتك مثلا زي هتقدمه، او ايه الاحتياجات اللي انت ممكن تفكر فيها تقدمها للمناطق بتاعت حضرتك سواء المعادي سواء طوره؟ والله النشاط الخدمي قبل اي شيء المحتاج المواطن، الصحه، الطرق بتاعتنا سيئه جدا طبعا، مطلوب مننا لازم يكون في شارع عقاري، لان طبعا ده مش موجود في المعادي غير في منطقه شعبيه وبعيده عن المعادي اساسا اللي هي بحي العرب المعادي. في خدمات تانية لازم تكون متواجده معانا في برنامجنا الانتخابي ان شاء الله. في فكر كتير ما احنا دارسينه، بيكون ان شاء الله باذن الله تعالى يكون عند حسن ظن الناجحين يعني. طب هل حضرتك دلوقتي في خدمات تقدر نعملها مثلا في منطقه طورة في منطقه المعادي؟ طبعا زي يعني انا بس احب اوضح ان دايره المعادي وضواحيها اللي هي المعادي والطروات دي دايره كبيره، واخد بال حضرتك؟ وكمان انت هنا بتخاطب فئه وهنا بتخاطب فئه، اكيد دايره المعادي سكانها طبعا في الفكر والكلام ده، وهنا ناس دول شعبيين والكلام ده. هنا في مشاكل بتختلف كل الاختلاف عن المشاكل بتاعت دايره المعادي، واخد بال حضرتك؟ فالخدمات اللي احنا نقدر نقدمها في فطورة بالنسبه للشباب، يعني الناس الشباب اللي واقفه، انا اسف اللفظ على النواصي والكلام ده، الامانه غير منتظمه. هو حضرتك كل مثلا سي عضو يقول لك انا مثلا سي بعد ما انجح ان انا هوظف 1000 شاب و2000 شاب والكلام ده، ما يا فندم هو بعد كده ما بيعملش كده. هل انتوا ما عندكمش خطه للموضوع؟ لا عندنا يا فندم، في خطه طبعا. بالفعل احنا تم التعاقد مع شركات باذن الله، ويعني نتمنى من الله ان احنا نكون من الناجحين في هذا البرلمان ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. في حاجات كتيره لازم تتغير، يعني يعني في حاجات احنا لازم نكون قادرين على فعلها. طب هل منطقة طورة مش محتاجة مثلا مركز كتير شباب؟ كتير كتير مش محتاجة مركز شباب، فيها مركز شباب منطقة طورة؟ محتاجة مركز شباب، محتاجة مستشفى. منطقة طورة في شهر عقاري قريب ليها؟ لا لا ما فيش، هو الشارع العقاري اللي يربط بين طورة وبين المعادي. هل في حضرتك موقع معين انت مختاره، ولا انت لسه هتسيب الدور دوت مثلا سي على الحي او على المحافظة؟ لا ان شاء الله في مواقع كتيرة فاضية، وفي مواقع كتيرة ان شاء الله ان شاء الله، وفي شركات تم التعاقد معاها باذن الله تعالى بامر الله تعالى علشان خاطر الشباب يعني تخفيف العبء عن البطالة. البطالة والامانة ان شاء الله مقابلة اتحددت مع رئيس الحي، وخير ان شاء الله بامر الله باذن الله. طب كده حضرتك بالنسبه مثلا سي الشركات اللي انت بتقول عليها تعاقدت مع شركه، زي شركه ايه مثلا؟ والله تعاقدنا مع شركات زي شركات الاتصالات، ناس مديرين فيها، ان احنا مع الاتش ار نفسه؟ الاتش ار يعني احنا نعرض عليهم، حتى لو المرتب بيبقى قليل شويه، بس انا الشاب ده بس الشاب يلاقي شغل مثلا، يلاقي شغل ويلاقي حضرتك ويلاقي تامينات ويلاقي يبقى في استقرار. يعني الشباب النهارده هل بترتبط بالمؤهل ولا بدون مؤهل؟ حتى اللي بدون مؤهل اتعاقدنا مع ناس، حتى لو اشتغل اوفيس بوي بس هو يعني يبقى في شغل بدل البطاله، وبدل ما اصل البطاله بتخلق اجرام. هل حضرتك عندك في الدايره بتاعتك برضو بعض المسجلين؟ صحيح، للاسف ظاهره في 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 كل المناطق الشعبيه فيها كم هائل من المسجلين. في مثلا سيد تاخد مثلا ظلم، في بتاخد مثلا سي في مشكله معينه. المهم دلوقتي ان احنا عايز يبقى كويس، او عايز يعمل مثلا مشروع، وعايز يعمل حاجه، وعايز يشتغل، اي شركه بترفض تشغل طبعا اكيد مسجل، صحيح، او اكيد ترفض ان حد الفيش بتاعه غير لائق اكيد طبعا هترفضه. هل في حاجه معينه او مشروع معينه فكرت فيه بالنسبه ازاي تخدم هذا الشخص؟ في مشاريع فكرنا فيها بامر الله انا واحمد بيه، ان احنا في قلنا ان احنا ممكن نعمل اكشاك للشباب دي، يعني حتى انت حضرتك بتتكلم على فئه ناس مسجلين، فعشان هو يروح يشتغل في شركه بيطلب منه مصوغات تعيين وفيش جنائي، فيطلع هي المشكله بيطلع الفيش الجنائي بيطلع فيه مشكله، فما فيش شركه بتقبله، صحيح، فهينضطر يعمل حاجه من اتنين، الا لو احنا ما فكرنا لهوش في حل
هينضطر يعمل حاجه من الاثنين، لا الا هيصور نفسه يقعد في البيت، لا الا هيشتغل في اي حاجه ثانيه ويخش نفس السجن ثاني ويبدي دايره صحيح. وخلاص بي من ضمن البلطجيه اللي احنا دلوقتي مش قادرين ان احنا نسيطر عليهم. سبب البلطجه وسبب تجاره المخدرات في مصر هم يعتبر اغلبيه المسجلين دول. وهل انا بتكلم غلط كده؟ صحيح. طب احنا دلوقتي نعمل ايه؟ هل احنا عندنا حل لبعض المسجلين دي عشان نحس ان احنا نقدر نخف موضوع المخدرات من الدوله، نقدر نخف مثلا موضوع مثلا سيل اجرام؟ احنا عايزين نفكر فعلا في حاجه للشباب دي، لان الشاب ده بيبقى عايز مثلا يبقى حاجه كويسه بس في نفس الوقت هو مش قادر يمشي. اكيد. وعايزين نصلح منه، نقدر نصلح منه ازاي؟ احنا يعني اتفضل اتفضل اتفضل. والله احنا باذن الله تعالى يعني نحاول نصلح من الشباب دول ونعملهم مثلا مشاريع خارج شباب ايا كان، اذا كان مثلا عليه فيش او كذا. بس هذا يعني في منهم رب المنزل وفي منهم الغير قادر. لا انا حضرتك بص، يا رب المنزل او الغير قادر او اللي عايز مثلا سي وظيفه معينه. احنا استاذ احمد مش هنبص للراجل بس، احنا لازم نبص للسيدات برضو. في سيدات عيله اهم بيوت وفي سيدات في حضرتك. انا ما هو استاذ طارق وضح الامور في النقطه دي لما جينا مثلا اتكلمنا في موضوع الوظائف، سواء قال لك الغير مؤهل او اللي معاه مؤهل او مش مؤهل يقدر ان هو يشغله مثلا في بعض الشركات بالزبط. شركه الاتصالات وبعض الشركات الثانيه، وفي اتفاقات مع اكتر من اتش ار ان شاء الله. لكن احنا بنتكلم دلوقتي ده حد حاجه ثانيه، موضوع ثاني. ده حد مثلا زي مسجل عنده فيش، عنده مشكله، ده ازاي نحلها معاه؟ ازاي نقدر نشتغل على العامل النفسي بتاعه وما يرجعش للموضوع ده ثاني ويبقى حد كويس، حد سوي زينا؟ اكيد لما هلاقي عنده قدامه مشروع مفتوح او مشروع انتماء له من عضو من مجلس الشعب اللي هو ما اشتراهوش منه، نرجع بقى للبند الاولاني بتاعنا اللي هو ما اشتراش صوتك ب 100 جنيه او 50 جنيه او ايا كان، هتلاقي من نفسك ليك مشروع قائم عليه، هيدخل مصدر رزق ليك. اكيد طبعا مش هتجي للمجال الثاني او مخدرات او ايا كان، انا نمشي في الاتجاه الغلط. لكن انا دلوقتي كل شويه احزم عليه الدقيقه نفسها اللي هو اذا كان مسجل او ايا كان، اذا كان ايه، مش هلاقي فرصه لي ان انا اعملها او فرصه عمل، هضطر ان انا ارجع ثاني لشرب مخدرات. طب حضرتك موضوع الفكره اللي انا وصلت لموضوع الاكشاك، انت هل حددت مكان معين ان انت فكرت فيه؟ والله يا فندم عندنا اماكن كتيره يا فندم فاضل، عندنا اماكن كتيره وطرق نفس القصه. عندنا مجالات كتيره ان احنا نقدر فيها نعمل فيها اي مشاريع. طب هل حضرتك خطبت او قدمت مثلا طلب رسمي لرئيس الحي بالكلام ده؟ قدمنا بالفعل يا فندم ان احنا طلب مقابله لرئيس الحي، ولازم نتكلم معاه في المشاكل دي طبعا، نطرحها عليه، لانه الناس دي الفئه اللي حضرتك بتتكلم عليها دي مش هينفع ان هم يشتغلوا في شركات مالتي ناشونال ولا شركات فيها تامينات او كام، بسبب ان هم عليهم شبهه جنائيه ما او الكلام ده. فالناس دي هل هنسيبهم كده يسرقوا ويقتلوا ويشربوا؟ لا طبعا. فالناس دي لازم نشوف لها مشاريع. المشاريع دي احنا فكرنا ان مثلا انا لو فتحت له كشك في حته ما وخدنا تصريح من رئيس الحي، واكيد طبعا الوضع هيختلف. طب حضرتك دلوقتي يا استاذ احمد، بالنسبه هل الدايره بتاعت حضرتك فيها اي احتياجات تاني او اهتمامات تاني بالموضوع ده بالنسبه للبرنامج الدخل بتاعك؟ طبعا محتاجين الرعايه الصحيه لجميع المستشفيات اللي بالمعادي. طب حضرتك هل انت حضرتك دلوقتي اتكلمت في قصه المستشفيات، انهي مستشفى ممكن ان هي عايزه تتطور في المعادي؟ والله عندنا المبره، عندنا المستشفيات التانيه اللي هي الفاروق، مستشفيات الفتح، اللي هي المستشفيات برضو ايه اللي تبع دلوقتي حاليا الحكوميه. طب هل حضرتك انت اديت دور في المعادي قبل كده بالنسبه لحضرتك كمثلا سي استاذ احمد، حاجه خدميه او حاجه مثلا سي؟ والله انا بقدم بس مش بحب اعلن ان انا قدمت ايه، لان ده كله في بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. لا حضرتك، لا ما احنا ما بنتكلمش عن حاجه كده. هل حضرتك مثلا سي كلمنا في حاجه ان انت قدمت الحاجه في حي، قدمت الحاجه هنا، كلمت في موضوع شهر عقاري، قدمت اي طلب في اي مكان؟ لا يا فندم، لسه صح. لكن لسه ده طبعا هيبقى من ضمن ان شاء الله بامر الله تعالى، من ضمن البرنامج ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله ربنا يوفقك ان شاء الله. ربنا يخليك يا فندم. طب هل كده استاذ طارق انت عندك اي تعليق في موضوع مثلا زي تاني، اي موضوع تتكلم فيه بالنسبه للبرنامج الانتخابي؟ والله حضرتك انا عايز بس اوضح نقطه، انه يعني يا ريت الناس يبقى عندها وعي وتفكر، ويعني تفكر 100 مره ان صوتها ده امانه، وانا ادي صوتي للي يستحق ان هو ادي له صوتي عشان يخدمني، عشان يخدمني، عشان يحل لي مشاكلي. واخد بال حضرتك؟ طبعا في خدمات تشريعيه وفي انشطه خدميه، تمام. انا اشوف مين اللي عايز يصلح وعايز يخدم الناس وادي له. يعني انا مثلا مدير الحمله الاستاذ احمد، بس انا بقول في الاول وفي الاخر ربنا هو اللي من يصلح.
بالزبط. ربنا يولي اللي نيته خير لخدمة الناس. واحنا هنا بنوجه برضك رسالة لسيادة الرئيس، لازم يبقى في رقابة، لازم يبقى في رقابة على الانتخابات طبعًا. طبعًا. لازم طبعًا. نشوف موضوع المال السياسي برضك ده في الشارع، لان الناس دي فعلا والله ما بتخدم، والله ما بتخدم. الناس في الشارع ما عندهاش ثقة، ما عندهاش ثقة في حد خالص. يعني حتى لما انت تقول هتخدمهم، او اي حد يقول اي عضو يقول ان انا هخدمهم، طب فين الخدمة اللي انت ممكن مثلا زي تقدمها لي؟ لا ده انا هاخد الفلوس استفاد بيها، افضل انا اضمن من اللي انت هتعمل كده. كله بيقول كده، فبقيت خلاص كلمة كله بيقول كده موجودة في 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 كل المناطق بالنسبة لجمهورية مصر العربية كلها. وان اساسا النائب اللي هو هيخدم هينهض اصلا بالدولة. يعني معلش انا اسف لما كل واحد استاذ احمد او كل مثلا عضو يجي يقول لك انا هعمل مستشفى او هطور مستشفى او انا محتاج شهر عقاري، بيقرب وجهه النظر للمسؤولين بالنسبه للانشطه الخدميه اللي هي محتاجها، مثلا كل واحد محتاج الدايره بتاعته. صحيح. كل واحد فاهم الدايره بتاعته وعارف ان الدايره بتاعته ايه اللي محتاجاه علشان يقدر يعمله او عشان يقدر ينفذه، علشان يقدر كمان ان هو ينهض بالدوله نفسها. بالظبط. زي ما دام حتى فاطمه العبادي، يعني حتى موضوع التامين الصحي اللي هي عاملاه، وتامين صحي كمان خاص، يعني حاجه كانت كويسه. يعني كل حد بيحاول يفكر في مصلحه المواطن ده بيبقى شيء كويس. هو ده الانسان اللي احنا عايزينه، ان هو يبقى عضو مجلس نواب بحيث ان هو يقدر يشوف النشاط الخدمي وفي نفس الوقت يحاول يساعد الدوله في النشاط التشريعي. لكن لما واحد داخل علشان خاطر سوري انا اسف ان هو يمسك فلوس، يمسك مثلا زي فلوس وكده. طبعا احنا النهارده طبعا نشكر استاذ احمد، ونشكر استاذ طارق طبعا على ضيافتكم الجميله، وطبعا نشكر المخرج بتاعنا الجميل، ونخرج طبعا فريق الاعداد، ونشكركم اعزائي المشاهدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا.